سيد نهاد، دعني أسألك عن ما تقوم به إسرائيل على أكثر من جبهة، في غزة، في الضفة، في لبنان، أيضا في اليمن وسوريا. ونقلا عن مسؤول كبير أمريكي قال لسي أن أن أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت إسرائيل ستستغل ذكرى هجوم 7 أكتوبر للرد على إيران. يعني نعم، هو نتنياهو بشر يعني جمهوره الإسرائيلي بالقول أن قدر إسرائيل أن تبقى تعيش على حد السيف أو على الحراك، بمعنى أنها يعني تقاتل طوال الوقت. وهذا يعيدنا إلى الدور الوظيفي لإسرائيل باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة للغرب الاستعماري. البعض يسميها حاملة طائرات، البعض يسميها كلب حراسة، إنما هذا يعني هذه دولة، هذا كيان يعتاش على القتل وعلى الحروب. وبالتالي هناك شعار في إسرائيل إنه نحن في حرب أو نتهيأ للحرب القادمة. بالتالي يعني كأن إسرائيل كتب عليها، وهذا طبعا يبرر أيديولوجيا وثقافيا بالقول أنها محاطة ب يعني أطراف و شعوب ربما ودول تتعطش يعني للدماء وتريد قتلها، وبأيديولوجيا لا تريد بقاء اليهود. هذا قيل في تفسير قيام يعني شاب أردني جندي سابق ماهر الجازي بقتل 3 إسرائيليين. هم يعتبرون أن الإسرائيلي مطلوب يعني مستهدف من قبل محيطه العربي والإسلامي بصرف النظر عن أفعال هذا الإسرائيلي. لا يقولون أن هذا نتائج الجرائم والفظائع والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، لكن بلا شك أن كل هذه الممارسات لها ثمنها السياسي والدبلوماسي. لكن سيد نهاد